سلمى بكار ولها 4 دقائق في غياب سيد سلاح الزحاف اللي أعطاها حسته. تفضل. سيد الرئيس، أنا والله في الحقيقة لو كان باش نقوم نعبر على مدى حيرتي وألمي على الحالة اللي قاعدة نشوف فيها ماشية بلادي، يحب لي أيام وليالي باش نفرغ قلبي. بما أنه هالدقائق ما يكفيوش، اخترت باش نعبر. لا معنا الدستور زاد هذاك علاش. اخترت باش نعبر سيد الرئيس من خلال السكيت، خاطر السكيت ساعات يعبر على برشا حاجات. السكيت هذايا إجلال الضحايا العنف الكل، اللي تقتل واللي تضرب واللي تهان واللي تمنع باش يعبر بكل حرية على أراه ولا على فنه. و سيدي الرئيس، زميلاتي زملائي، نطلب منكم بكل لطف باش تساعدوني على هالاختيار الغريب هذايا، ونقفوا كلنا مع بعضنا نسكتوا دقيقتي، وكل واحد منا يخمم في سؤال هام برشا: اش عملت وشنو اللي نجم نعمل اليوم وغدوه باش نتصدى لكل مظاهر العنف في بلادي. الجميع يعرف اللي انا سينمائيه وليا برشا محرومه من كلمه تعز عليا برشا اللي هي تتقال سيلونس اون تورن. انا اليوم نحب نقول لكم سيلونس اون ريفليشي، نسكتوا باش نفكروا، اعطيوني دقيقتين اسكات من فضلكم ونخموا مع بعضنا وقتي. شكرا للسيدة سلمى. شكرا. بكار. شكرا. راهي ظهر فيها متأثرة ياسر بالسيدة نعمة. كان الكلام الفضة راهو سكات ذهب. إذا الفوج القادم